مكب للقمامة تحت سور مدرسة نسيبة بنت كعب بالمدخل الغربي لمدينة صبراتة يتحول بعد أكثر من 13 عاماً وبفضل مبادرة من أحد معلمي المدرسة وجهود جماعية مشتركة إلى مشتل للزهور ونباتات الزينة على ناصية الطريق. طبعاً أتوجه بالشكر دائماً لجهاز الأشغال العامة وحماية البيئة، ونتمنى من هذا المكان يعني ننطلق كلنا لنغرس صبراتة بالأشجار ونزينها بالورود. نتمنى من جميع الشباب ومن جميع أولياء الأمور أن يهتموا بهذه الدار، يعني أن يغرس شجرة أو يعود ابنه الصغير على أن يغرس شجرة يغرس فيه حب الوطن، حب الجمال، حب مدينته اللي هي صبراتة. الاهتمام بالزهور والورود والنباتات موهبة منذ الصغر طورها جمال مع عدد من شباب المنطقة لإطلاق حملات تشجير بجهود أهلية تطوعية داخل صبراتة. الحمد لله تم كنا الهواية هذه ولدت معي منذ الصغر، يعني الوالدة كانت تحب الأشجار هذه وهي اللي حببتني في الأشجار والورود وحببتني في أني نغرس الشجرة باش نحب الوطن ونحب الشجرة اللي غرستها ونواكبها. نتمنى أن أطفالنا كل يغرسوا الأشجار وبأنها هي كأنها صدقة جارية. طبعا إن شاء الله بإذن الله يعني عندنا في الأيام القادمة أماكن حنقوم بغرسها إن شاء الله مع شباب متطوعة من مدينة صبراتة، وهذا التطوع قايمين به شباب يعني لا ينضموا إلى أي جهة معينة بس هم أنهم حبوا صبراتة وحابين أن يودوها بالورود والأشجار. المشتل بات مصدر فرح لتلاميذ المدرسة ومبعث فخر لأطفال صاحبه الذي غرس فيهم حب الورود والأشجار وجمال الطبيعة وحب الوطن. أشكر بابا على تزيين مدينة صبراتة، وأشكر كل من ساهم في هذا العمل، وأشكر بابا. نحبك يا بابا هلبا، ويا أخوتي خلانا مكان جميل بجنب مدرستي. تظل مكبات القمامة وتكدسها على الطرقات مصدر قلق للمواطن والمسؤول، لكن الجهود الفردية والأهلية الإيجابية والمبادرات البناءة من شأنها أن تحيل بشاعة منظر القمامة إلى بيئة جميلة تنثر من حولنا عبيرها وشذاها.